السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي. اليوم إن شاء الله نشترك معكم عشيوة سهلة وكتجي لذيذة بزاف وكتحضر بسرعة، وكذلك نوريكم كيفاش كنخزن زيت الزيتون، ونوريكم كذلك منين شريت لي بواط فاش كنخزنهم، لأن كطلبوا مني كل مرة بأن نوريكم منين كنشري الأشياء اللي كنستعمل. هانتوما أنا خديتهم في إيكيا، هنا صورت لكم بلاصة فين فين حاطينهم هاد لي بواط. هادو الكبارين فيهم الصغار وفيهم الكبار، انا خديت هاد الكبارين اللي نقدروا ركبوا ليهم حتى للروايد. الروايد كناخدوهم بوحدهم، انتما فيهم جميع الاحجام، وملي كنركبوا ليها الروايد كتجي بحال هكذا، نقدروا غير ندفعوها ولا لكن غنستفوهم في شي ايطاجير بلاش ما نشريو ليهم الروايد. كدير البواطه وقيلا كدير 10 اورو يمكن. هنا كيف ما شفتوا معايا جبت هاد القرعات هادو ديال ايكيا، غسلتهم مزيان وغسلتهم بالماء الساخن والخل لان كيكون فيهم صافي، ونشفتهم مزيان، ومن بعد عمرت فيهم زيت الزيتون، وضعت هاد السوبالان هذا هاد الورق النشاف غير باش ما يبقاوش يتحكوا مع بعضهم، ولا دفعت البواطه ما نسمعش هذاك التقرقيب اللي كيكون. صافي كنسد عليهم كنغطيهم كيف ما كتشوفوا معايا هكذا باش كيبقاو في الظلام، يعني ما كيقيسهمش الضوء. وملي كنبغي ناخذ زيت الزيتون كناخذ قرعه هكذا، كنجبد غير قرعه وكنخلي القرعات الاخرين في البواطه ديالهم. صافي بما انني خرجت الايكيا وجيت معطله خصني ندير شي حاجه اللي سريعه دغيا كتوجد. هنايا كيف ما كشفتوا معايا غدا نوجد السمك، انا عصير الحامض، شويه ديال التحميره، شويه ديال الزنجبيل، شويه ديال الكركم، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الخردل، شويه ديال الكمون ماشي بزاف كيكون حبوب، والملح والثومة تقريبا شي 5 ديال فصوص ديال الثوم. انا كيعجبني ندير الثوم بزاف في الحوت، وكنت نسيت الفلفله حاره، هي كتبقى اختياريه ولكن ضفتها في الاخير لانني ضروري الحوت خاص يكون فيه شويه ديال الحار. صافي كنخلط مزيان، وانا غنستعمل في بلاصه يعني القزبر والمعدنوس اللي مولفين كنحضروا، كنستعمل هاد ليستراغون اللي هو الطرخون وقيله، كيجي لذيذ حتى هو مع الحوت. كنقطعوه غير بالمقص، ما خصناش نقطعوه بالموس باش يبقى محافظ على اللذه ديالو. غنشدهم هذوك غير الوريقات بوحدهم نقطعهم كيف ما شفتوا معايا قطعتهم. زدت هنا شويه ديال صلصه الطماطم، الا ما عندكمش صلصه الطماطم يعني موجوده ممكن تحكوا غير واحد زوج ديال حبات ديال الطماطم ولا ثلاثه. صافي وكتضيفوهم، ومن بعد غدا نشرمل السمك ديالي كيف ما شفتوا معايا. الا كان عندكم الوقت ممكن تخليه واحد شويه، الا ما كانش عندكم الوقت ماشي مشكل. صافي هنا بالنسبه للارز، يعني انا رقدته من قبل، يعني كان عندي مرقد ومن بعد سلقته غير 10 دقائق باش نربح الوقت. يعني دخلت لقيت الارز مرقد لانني استعملت الارز الكامل، والارز الكامل كياخذ الوقت في الطهي ديالو. يعني سلقته تقريبا 10 ديال الدقائق، وكمل دابا غادي يكمل الطهي ديالو يعني 10 دقائق اخرى. يعني الارز الكامل ملي كنرقدوه راه دغيا دغيا كيطيب، ما كياخذش بزاف ديال الوقت. وإلا استعملتوا ارز عادي يعني ضروري رقدوه واحد ساعه او ساعتين باش كتضمنوا انه ما كيتعجنش ليكم اولا، وثانيا ما كياخذش بزاف ديال الوقت في الطهي ديالو، وثالثا يعني كيتهضم بسهوله وكنستافدوا من الفيتامينات اللي فيه. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا زدت ليه فلفله حمراء مقطعه، وزدت ليه جلبانه اللي كانت عندي في الكونجيلاتور. يعني الا كانت ما كانتش عندكم في الكونجيلاتور فمن الاحسن انكم طيبوها واحد شويه عاد كتزيدوها الارز. ولا بغيتو كاينه طريقه اخرى، يعني ممكن انكم تاخذوا شويه ديال الصلصه نخلطوها مع الارز وجلبانه والفلفله، نخليوهم يطيبوا واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه، ومن بعد عاد كنزيدوا السمك. كنسدوا عليه غير 5 دقائق
صافي وكيوجد وكيصبح الطبق ديالنا واجد. الا كنتو غديروا هذه الطريقه خصكم تستعملوا واحد الكميه كبيره ديال الماء، وانا بما انني يعني ما غن يعني عندي الاروز سلقته من قبل، فغدا نزيد غير واحد الكاس تقريبا ديال الماء الشرموله ديالي، لان الارز بما انه تسلق يعني ما غاديش يشرب بزاف ديال السوائل. ودائما يكون عندنا سمك يعني نحاولوا دائما اننا لا غنطيبوه مع الارز ولا نطيبوه مع إيلان ولا نطيبوه مع اي حاجه، ضروري ما كان يعني كل حاجه نحترمه يعني الوقت ديال الطهي ديالها، باش داك السمك نحافظه اولا على الفيتامين اللي فيه يعني الفيتامينات اللي فيه، وثانيا حتى المذاق، وكيبقى لينا داك السمك فتي ورطب، حتى الوليدات ما كيبغوش الحاجه اللي كتكون ناشفه، يعني داكشي باش خاصنا غير نحترموا الوقت، ضروري مهم بزاف. هنا زدت هاد الفطر اللي ممكن تستغناو عليه، يعني ماشي ضروري في الوصفه، يعني انا هاد الطنجره هادي الصغيره ديرها للطوارئ، يعني ملي كنكون زربانه، وكنستعملها خاصه ملي كنطيب الارز باش ما كتلصقش ليا. بالنسبه لهذا النوع ديال الاواني كيبغيو الى تشرطوا غير شي جوج شريطات، واخا هما مصايبين بالسيراميك، الا تشرطوا غير شي جوج شريطات ولا ثلاثه خصنا ما نبقاوش نستعملوهم، او نستعملوا الورق الا بغينا نستعملوه، لان يعني في هذيك الوقيته كيبداو يعني كيوليو مضرين للصحه. اولا بالنسبه للطين، الا بغيتو طيبوا الارز في الطين، انا كندير واحد لاستيس، كناخذ خيزو بحق الا كان عندنا الوقت، كنقطعوا دوائر وكنستفوا لتحت وعاد كنوضع الارز، وخاصكم توضعوا بطبيعه الحال واحد الكميه كافيه ديال الماء باش ما يلصقش ليكم. هنا كيف ما شفتوا معايا غدا نسقي دابا هاد يعني هاد الفطر والارز بالصلصه كامله باش كيجينا لذيذ، صافي. وكنوضعو يطيب على واحد النار مهيله، ما نسرعوش الطهي ديالو باش كيجينا الطبق لذيذ بزاف، وعلى كل راه ما كياخدش الوقت. فعلا هاد الوصفه هادي ديال الطوارئ، كنا منقين السمك ومجدينو، كنرقدو غير الارز، ولا بغينا مثلا انا هادشي اللي درت، رقدت الارز ومن بعد خرجت يعني مشيت لايكيا، وملي رجعت في الليل غير وصلت، يعني حنا كنتعشاو بكري يعني مع ديك من 6 حتى 7، يعني مع 6:30 7 كنتعشاو، ما كنا نعطلوش العشاء. صافي يعني جا هكذا، جا لديد بزاف، كيجي خفيف، يعني ما كيجي خفيف بالنسبه لوجبات العشاء ومغدي. نتمنى ان شاء الله تكون الوصفه نالت الاعجاب ديالكم، وتجربوها وتردوا عليا الاخبار كيف العاده، وكنشكركم بزاف 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 بزاف، يعني كلمه شكر قليله في حقكم على التعاليق اللي كتكتبوا ليا، كتشجعوني. دابا واخا دابا في العطله كنتعطل عليكم، واخا هكا كتبقاو يعني تجيو تسولوا فيا، الله يجازيكم الف خير، الله يبارك لكم في العمر ديالكم، في الوليدات ديالكم. للاسف انا في العطله يعني كنلقى صعوبه انني نصور، يعني كيكونوا الوليدات جالسين، داكشي باش كنتعطل عليكم، سمحوا لي بزاف. وكنشكر بزاف الاخوات اللي جاو تشاركوا في القناه الثانيه، يعني كنحاولوا نقدموا واحد المحتوى جيد، انا كنتلقى انا والاخت ديالي، وكنحاولوا يعني نعطيو واحد يعني نقدموا واحد المحتوى اللي يقدر ينفع اي سيده في البيت ديالها. وهنا الوصفه اللي جايه ان شاء الله هي الخبز بالخميره البلديه بالدقيق القمح الكامل البلدي، كيف ما طلبتوا مني، كيف ما طلبوا مني الاخوات، ان شاء الله غادي ننزلوا لكم، غادي ندير المونتاج الفيديو ونزلوا لكم باذن الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.